قال محافظ ديالى مثنى التميمي إن إدارته المحلية وبالتعاون مع السفارة الإيرانية في العراق وضعت آلية عمل لتأمين الزوار الإيرانيين الوافدين من منفذ المنذرية باتجاه المراقد في العراق. وفد السفارة الإيرانية الذي ضم الملحق العسكري فيها اتفق وبحضور ممثلين عن الحشد الشعبي على وضع خطط لاستقبال الزوار الإيرانيين واستنفار الدوائر الخدمية في محافظة ديالى لخدمة الوفدين من الجانب الإيراني بحسب وصف المحافظ. تم الحقيقة الاتفاق على آلية إن شاء الله من خلال هذه الآلية ستكون هنالك انسيابية في عملية تفويج الزائرين، والكل لديه استعداد كامل من الناحية الأمنية ومن الناحية الخدمية. لذلك نعتقد إن شاء الله هذه المهمة ستكون مهمة وطنية وكذلك ستكون مهمة أخلاقية من أجل خدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام. محافظتنا متميزة في توفير الأمن للزائرين. إحنا سنويا لدينا أكثر من 600,000 زائر مشيا على الأقدام من خلال الطريق العام باتجاه محافظة بغداد. صحيح العدد سيتضاعف بشكل كبير، لكنه القادة الأمنيين والأخوة في الحشد وكل الدوائر الخدمية، الأخ المسؤول عن الزيارة الأربعينية، لديهم استعداد كامل في تأمين الطريق وفي تأمين الجوانب الخدمية للزائرين.